حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. الطموح هو لذة الحياة، والطموح ما هوش مقصور على الشباب فحسب، بل الطموح حالة نفسية اترافق الإنسان في مختلف أطوار حياته، غير إنما كل فترة تمتاز بطموحاتها. الصغير عنده طموحاته اللي تناسب عمره، الشباب عنده طموحاته اللي تتماشى وأحلام الشباب، الكهل طموحاته مثلا نجاح وليداته، الشيخ من طموحاته أداء الحج، وهكذا. فمن واجب الإنسان أنه دائما وأبدا تكون عنده طموحات وأحلام وأماني، وإلا يصاب بالكآبة والضجر. ثم ناس تلقاهم ديما زاهيين، ديما طموحين، حتى وهما في وضع سيء للغاية. وثم ناس والعياذ بالله ديما متجهمين، لكلمة لسلمة لضحكة لتبسيمة. ثم ناس ثقتهم في الله كبيرة، وثم ناس ديما يأسين. المولى سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي خيرا. المهم يحكيوا على كواش صاحب كوشة عربي تحمي بالصرية والفيتورة، هيك باش كانت تخدم الكوش، توا ما شاء الله صار الخبز يطيب بالبخار. عاصي الكواش عنده صوينة معاه، وصانع الكواش المهم يسميوها طراح. ومهمة الطراح كانت يمشي يدور على الديار يجيب من عندهم الخبز عجين ويردهولهم بعد ما يطيب. كانت تفكروش هيك الأهزوجة عند الصغيرات: يا طراح الكوشة مرتك عيشوشة، يا طراح الحومة مرتك فطومة، يا طراح البية مرتك شلبية، وهكذا. البية شنية؟ البية هي أجرة الطراح. البية هي قد ما عجين يحطوها بحد الخبزة ويلمد الطراح كالبيات ويصنعهم خبز يبيعوا. هي حتى أجرة الكواش ساعات ما تكونش فلوس، تلقى الواحد يدي الخبزة ويدي معها جولق سريع. هكا الطراح رغم ما هو فيه من شقاء وخصاصة، ديما زاهي، ديما طالب فضل الله، وهكا عارفه ديما قارن حواجبه والعياذ بالله، متعادي هو وكلمة الحمد لله. كل نهار بعد ما يرميه الخبز يجيب الطراح باب بيت النار حديدة رزينة ويقول له: يا عرفي، لو كان هذه وزنها ذهب. عارفه في عوض يقول له: ينوب ربي، ولا كلمة كيفها، يعطيه سقلة على رقبته، يوحوه هكا الصانع ويقول له: ربي عنده ياسر وفضله واسع. وقعدوا وقت على هكا المعدل، كل يوم يقول له: يا عرفي، لو كان هذه وزنها ذهب. وعرفوا يسقل له، ولا نهار وافقوا ولا نهار قال له: ربي كبير وفضله واسع. وبدأت الدنيا تكسد، وبدأت الخدمة تقل. سي الكواش خمم باش يسكر الكوشة، باع الفيشات اللي عنده ودور المفتاح ومشى نجل لبلاد أخرى. وهكا الطراح بدأ يدور من بقعة لبقعة والخدمة قليلة، نهار يخدم في المرمى ونهار في البلاحة، وكما يجيك الوقت يجاه والرجل ما يتكبرش على الخدمة. نهار من الأيام وقف عليه راجل همة وعمة، قال له: تحب تخدم يا ولدي؟ قال له: نخدم. قال له: تبعني. وبدأ هيك الرجل القدام والطراح في جرته، برا ماشيين برا ماشيين، حتى وقف قدام دار وهرة وقار، حل الباب، سقيفة تصب في سقيفة، وسط دار تركض فيه الخيل، ومجنبة وزليز داير ساير، وشبابك على الخدود ودهالس، أي دار يشيب فيها ولد الرضيع. هبط في وسط الدهليز، عرّ شوية هكا من القاعة، وعرّ على زوز مطامر مطمورة فارغة ومطمورة معبية باللويز والمحبوب، وشكار نخالة مصبوبة قلس. أيا ولديه، قال له: تطلع من هالمطمورة بالكعيبة بالكعيبة، تمسحها كمليح بالنخالة وتحطها فيها المطمورة الفارغة، وتوكل على الله يخدم، وهو يتوحد الباري فيها الخير اللي يشوف فيه. تمت الخدمة، تحاسبه، خذ أجرته واقصد ربي، وقال: ربي يعطينا من رزق الحلال. برا يا زمان ويجا يا زمان، نهار هو في السوق
ويسمع في البراح يدلل على دار في الزنقة الفلانية مش تتباع. وبدأت الشراية ماشية تتفرج، وهو لا صنع لا صنيع، تبع الناس حتى دخلوا لهيك الدار اللي يخدم فيها هيك العام، يلقاها خربت بالترك، وعرف باللي مولاها عرف مقطوع من شجرة وما عندوش وارث. وبدأ الدلال يدلل والزيادة تزيد، ومنها خلاه الأمر يستراح حتى تزيد تسمع الناس في السوق الجاي. كانك من سيوخينا عايل لك الناس مشات، ويتم راجع للدار وحده، أبطل هيك الدهليز، عرى على هيك المطامر يلقاهم بحطان يدو. عبا ما تقول أربع صاع الويز ومحبوب، وقعد يستنى حتى عاود الدلالة، وبدأ يزيد حتى طاح عليه السوق، دفع الفليسات خذا الفاتح، ومن غدوة صبح السطا والنجار والدهان والحداد. يا سيدي كملت الشهر صارت الدار خير من اللي كانت، وهو يجبد من هاك المطمورة ويصرف، شرى لك حانوت في الربعة ولا من أكبر كبارها، وخطب بنت ناس من دار كبيرة اللي مقامه، وبدأ عايش في خيار خيره يحمد ربي ويشكره. هو نهار من الأيام وهو قاعد يعمل في برتيه هو المرية، ويسمع في طالب حيله مقطوع وهو ينادي يا كريم تاع الله. خرج غزر له يلقى عارفه الكواش، هو في حالة الشمعيد عمل روحه ما عرفوش. دخلوا قالوا ادخل ارتاح وكل ما يكتب من ربي. شبعوا هيك الطالب بدعا الخير، كلا وتحمد وتشكر ورجعت فيه الروح. هي قال له برقت على الشمعانة والصباح رباح، زاد شبعوا بدعا الخير. بعد العشاء وعاد ما كانتش راديونات وتلافز، وكانت الناس تعدي السهرية يقروا على بعضهم، بدأ هيك الطالب يحكي على صغره منين كان كواش وهو في خيار خيره وما هو شي حامد ربي، وكيفاش كان عنده طراح طفل يتيم ما عنده شيء أما طموحه كان كبير، وكيفاش دارت الأيام وكسدت الخدمة وسكر الكوشة ونجل وخلى به الوقت حتى ولا يطلب. ومنها تنهد وقال هل اندرى صانع الطراح صار فيه بعدي المغبون هكا حد ما سقلته على رقبته. قال له وليش سقله؟ قال له كان كيف يجيب لي باب بيت النار يتهز عليه ويقول لي يا عارف يلي كان هذه وزن هذهب وهو ما هوش شبعان في بطنه. ضحك وقتها مولى الدار وقال له هو اللي يطلب ربي خيبة، صنعك الطراح هو أنا وانتي مليون في مقام بويا يرحمه. وكبشوا في بعضهم بالحملة يتبكاوا ويتشلهقوا حتى بردوا، وغزر الكواش للطراح وقال له يرحمهم كي قالوا ساعة من ساعات الغني تغني، وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.